طيب يا شباب، السلام عليكم. احنا نستمر في عملنا في الديناميكا، والان في ندخل في تشابتر 13. التشابتر زي ما نشوف التايتل Kinematics of Particles Using Energy and Momentum Method. احنا قبل استخدمنا نيوتنز لو. كونتنتس لموضوعنا راح يتعلق في work of a force, principles of work and energy, application of principle of work and energy, and power efficiency. يمكن أعتقد اليوم نصل لعند هذه النقطة. واضح شباب؟ فنصل لعند ال work and efficiency ونطلع على أمثلة كمان حتى نشرح ما هي استخدامات ال work and energy في تحليل حركة الأجسام. طبعا احنا قلنا لكم انه احنا قبل بكينا نتعامل مع الفورس تايمز اكسلريشن، الان بدنا نتعامل مع الميثود الورك اند انرجي اللي هي متعلق في استخدام الفورس والماس والفيلوسيتي اند ديسبيسمنت. والميثود الثاني اللي هو ميثود اوف امبلس مومنتوم اللي برضه بنتعامل مع الفورس ماس فيلوسيتي اند تايم. لاحظ هنا في عندنا ديسبيسمنت وفي عندنا هنا تايم. بدايه لاحظ لو كان عندنا جسم مثلا جسم بيتحرك من A ل A داش تحت تاثير قوه F. هذا الجسم تحرك تحت تاثير هذه القوه من A ل A داش. الان بدنا نركز على عمليه حساب الانرجي او الورك done by this force. فالورك done by the force احنا بنعرف انه الورك done او الشغل يساوي القوه ضرب displacement، ولازم يكون القوه باتجاه displacement. واضح؟ يعني ما بينفع اني اخذ القوه باتجاه displacement بتكون مش باتجاه القوه، لازم يكون displacement وتكون القوه نفس الاتجاه. فعاده احنا لو بدنا نحسب الانرجي بناخذ الورك اوف ذا فورس يساوي مثلا، لانه انا اخذت الديسبيسمنت من A ل A داش، الديسبيسمنت تساوي دي ار. شو يعني دي ار؟ سمول ديسبيسمنت. ليش حطينا دي؟ مشان نركز على انه هذه الديسبيسمنت اللي ماخذينها هي سمول ديسبيسمنت. شو بيعني هذا؟ انه في هناك علاقه بين الديسبيسمنت والتايم. يعني الديسبيسمنت ما هي ثابته، انما هي تتغير مع الوقت، والاف تتغير مع الوقت. لذلك احنا كنا اخذنا سمول المنتال اريا دي ار وضربناها دوت برودكت. لاحظ انت عندك الاف هي عباره عن فيكتور والدي ار عباره عن فيكتور، فحطينا اف دوت برودكت دي ار. صارت عندي الاف تايمز دي اس كوساين ثيتا. ليش تحطينا ال F times DS cosine theta؟ لأنه لاحظ أنت ال F لو بدنا نحللها باتجاه ال displacement لازم نأخذ ال F times cosine، صح ولا لا؟ يعني لو بدي أحسب مثلا هذه القوة من هون لهون بدي أخذ المحصلة للقوة هذه المحصلة ال F times cosine theta. الآن F times DS cosine theta إذا كانت ال F معطية معانا in terms of fx, fy, fz. بمعنى كان عندي vector f ومعطي معانا الكومبوننتس للاف على اساس انها fx و fy و fz، وعندي برضو dr. هذه dr برضو قيمتها في عندنا dx و dy و dz. بقدر اقول انه du هذه تساوي هذه القيمه، du تساوي fx times dx و fy times dy و fz times dz. هذا elemental work done. طيب كيف بدي احسب ال work done all together؟ بدي اعمل integration اذا بدي اعمل ال work done for the whole process. لاحظ انت ال work done هو عباره عن scalar quantity، رغم انه انا استخدمت vector، لانه عاده اذا بنحط a vector dot product another vector بيعطيني scalar quantity، ما بعطيني فيكتور كوانتيتي. الفيكتور كوانتيتي بتكون لما يكون عندنا كروس برودكت، لكن الدوت برودكت ما بعطيني، فصار عندي سكيلر كوانتيتي.
والدايمنشن للورك دون هو الجولز. يعني طبعا اذا كان عندنا الفورس معطيه معانا بالنيوتن، والديسبليسمنت في الميتر بيعطيني الجولز. هو طبعا في عندنا الامبيريال يونتس، ما تكرك كثير في الامبيريال يونتس، لكن نستخدم ال 1 ft pound، يعني 1 foot pound في الامبيريال يونت تساوي 1.356 جولز. كلما نستخدم الكونفرجن، يعني ما راح نستخدم والله نحول من pound force الى جولز. تصور انت انه حركة الجسم الان بدنا نطور، بدناش نضلنا مركزين على elemental area، بدنا نقول انه الجسم تحول او تحرك في هذا المسار الازرق اللي احنا شايفينه، يعني اتحرك على هذا المسار، هذا نقطة الاصل، واتحرك من نقطة A1 ل A2 تحت تأثير هذه القوة F. واضح؟ وكنا في هذه الحالة شو بدنا نعمل؟ لازم نعمل integration. واضح؟ فصارت عمليا بطلنا نستخدم DU. شو معنى U12؟ U1 to 2 يعني ال work done by the force in moving the object from point 1 to point 2. لاحظ الآن استخدم لنا integration، لأنه قبل ما كنا نتكلم عن elemental displacement small displacement، الآن بدنا نأخذ displacement من A1 ل A2، فلازم أعمل integration. لاحظ حطيت نفس القيمة هذه، لاحظ هذه القيمة اللي استخدمناها في السابق هي نفس القيمة DR وعند ال F، وحطيناها تحت الانتجريشن. لاحظ الان الاف يمكن تكون فانكشن اوف تايم، والدي ار يمكن تكون فانكشن اوف تايم، ويمكن تكون فانكشن اوف اس. بتصير الاف تايمز كوساين ثيتا دي اس زي ما كنا في السابق، والاف تايمز كوساين ثيتا هذه القيمه هي عباره عن تانجنشال كومبوننت اوف ذا فورس. يعني اخذنا الفورس باتجاه التانجنت. ليش؟ لانه حركه الجسم باتجاه التانجنت، في ال F times cosine theta times ds. طبعا هذه ال F tangential times ds حولنا ال F طبعا الى fx و fy و fz زي ما كنا في السابق، نعمل integration لكل واحد في هذول من in terms of dx. يعني انا يمكن انقل هذا الانتجريشن، هذا الانتجريشن انقله الى fy، وانقله separate ل fz، وانقله separate الى هذه القيمة، فصار عندي 3 integration. هذا ال work done لو عملنا graphical method، ال work done بيكون عادة هو ال area under the curve of F against S. يعني لو أنا أعطاني المعلومات، مش معلومات كم function، أعطاني معلومات كأنها curve، فأنا بدور على ال area under the curve. إذا في هناك حاجة لل integration بعمل integration، وهذه ال area هي عبارة عن قيمة ال work done by the force. إذا كانت ال work of a force is constant، قبل كنا نتكلم كأنه ال work of a force متغير، بس الآن لو كانت ال work of a force is constant، وبنشوف أمثلة على وين بتكون ال work of a force is constant. برضه ال U12 is equal F times cosine alpha times delta X. إذا انتقلت من النقطة A1 ل A2 كانت البعد بينهم دلتا اكس، معنى ذلك هذه القيمة تعطيني ال work done in moving the object from 1 to 2. واضح شباب؟ أحد أمثلة على ال constant force الوزن، يعني وزن الأجسام تتغير. على هذه الأرض الوزن هو ثابت، يعني لما نطلع خارج الفضاء خارج محيط الأرض الاوزان تتغير، زي ما بنعرف احنا في القمر مثلا الوزن بيكون تقريبا خمس ما هو على الارض، لكن احنا على سطح هذه الارض نعتبر ثابته للاجسام، ولذلك هي تقع ضمن constant force. الان بدنا the work of this force، اي force؟ الوزن. the work of the force done by the weight، اذا انتقل الجسم من A1 ل A2 تحت تأثير الوزن. طب كيف بده يصير هذا؟ يعني هل أنت بتتوقع أن الوزن يرفع نفسه من مكان أو من مستوى منخفض إلى مستوى عالي؟ لازم يكون في قوة تبعثه، لكن اطلع أنت الآن شو راح يصير؟ أنه إحنا في هذه الحالة
إذا اعتبرنا الاتجاه الكوي إلى أسفل والديسبليسمنت انتقلت من مكان منخفض إلى مكان أعلى منه، لاحظ شو صار؟ صار عندنا ماينس، وهذا لازم ننتبه له في كل الحلقة. إذا كان عندنا قوة باتجاه والديسبليسمنت باتجاه معاكس لهذه القوة، لازم الوركتون يكون سلب. يعني مثلا لو جسم بتحرك تحت تأثير قوة معينة وهذه القوة باتجاه الحركة، بيكون عندنا الورك دون باي ذس فورس موجب. لو كان الجسم في احتكاك، يعني مش السامي، لأنه حركة الجسم على طاولة، في احتكاك الطاولة، هسا قوة الاحتكاك بتكون ايش؟ بتكون بعكس اتجاه الحركة. فلاحظ انت الورك دون يو 1 2 is equal من ماينس واي 1 تو واي 2 دبليو تايمز دي واي. هذه الدي واي اللي لما نعمل انتجريشن، فبصير عندي minus w y2 minus y1 واللي هي تساوي minus w times delta y. وانت بيعطي الوزن worked on، الشغل بيكون موجب. وانت بيكون اذا كان الجسم ساقط على الارض، بصير عندنا worked on موجب، كأن الجسم يعني بيعطيك الجسم طاقة، او بيعطيك هو بيشتغل لك الشغل. احنا بنعرف اذا كان الجسم ارتفع تحت، في معنى ذلك في واحد رفعه، يعني مش ممكن يكون القوة هي اللي بتعمل الوزن، هو اللي بيعمل الشغل. الماينس معنى ذلك ان قوة ترفع الجسم الى المستوى اللي احنا بدنا اياه. ناخذ مثال اخر، مثال الزومبرك. احنا الزومبرك لما احنا نشده احنا بنأثر فيه على قوة، لكن احنا بدناش الان نأثر في قوة خارجية على هالزومبرك. يعني افترض انه عندي زومبرك على مستوى افقي، على مستوى طاوله خلينا نقول، والجسم بيتحرك مستوى الطاوله افقيا. الان لو بدنا نيجي نقول انه اذا كان الزومبرك عمل displacement باتجاه اليمين، معنى ذلك في عندنا قوه شد ليش؟ لاتجاه معاكس للحركه. واحنا بنعرف انه قوه الزومبرك تساوي معامل المرونه ضرب displacement. يعني إذا كان الجسم يتحرك من هذه النقطة، هذه نقطة الأصل، يعني هي A0 معنى إيش؟ نقطة اللي نعتبرها يعني الـ original position، انتقل إلى A1 اللي هو يبعد X1، وبعدين انتقل إلى نقطة عامة تبعد X. في هذه الحالة لما الجسم يصل إلى هذا المستوى هون، فبيكون الديسبليسمنت من المستوى هذا، يعني هذه الديسبليسمنت، هذا الديسبليسمنت كلها هذه بتساوي اكس، فبصير عندي الشد في الزومبرك كي تايمز اكس، والكي هو عباره عن كونستانت تبع الزومبرك. الان لو بدنا نطلع ورك دون باي ذس فورس، الدي يو از ايكوال اف تايمز دي اكس. طبعا احنا اخذنا الدي اكس مره ثانيه، ليش؟ مشان نتيح المجال لا اي تغير مع الوقت، يعني اذا كانت الديسبليسمنت تتغير مع الوقت نستخدم الدي اكس. فصارت الدي يو هي عباره عن اليمنتال ورك دون از ايكوال اف تايمز دي اكس ويتس ايكوالز تو الاف، كنا عنها تساوي كي اكس، والدي اكس هي الاليمنتال ديسبليسمنت. لو بدنا ناخذ الورك دون من واحد لاثنين كله، بدنا ناخذ الانتجريشن، لازم نعمل انتجريشن من اكس 1 لاكس 2 of kx times dx. ولاحظ انت هون الانتجريشن بسيط، هذا بيعطيني k times x squared over 2. فصارت عندي الانتجريشن يساوي half times kx1 squared minus x2 squared. الان فكر لي في هذا الموضوع هنا وقل لي وين بتكون هذه القيمه سالبه وين بتكون هذه القيمه موجبه. يعني كانت x2 اكبر من x1، القيمة بظلها بتكون سالبة. إذا كانت X1 أكبر من X2، طب وين بصير هذا الكلام؟ لما الزنبرك يرجع. مهم جدا، يعني لما يكون الزنبرك في حالة العودة بيكون عندنا الورك دون موجب، بمعنى لأن الزنبرك هو راجع، أو الجسم لما يكون راجع بيكون الزنبرك بشد باتجاه الشمال والحركة بتكون باتجاه الشمال، فبصير عندي ايش؟ موجب، وقت الموجب. بينما اذا كان بتحرك الزنبرك الى اليمين
والزوم برك بشد من الناحية الشمال، فبيصير عندنا تناقض في الاتجاهات. طبعا إذا كان عندي graphical representation للقوة مع الديسبليسمنت، عادة بيكون عندي الورك دون بيكون سالب الاريا اندر ذا كيرف. يعني من نجد قديش الاريا، هذا ايش شكل هو؟ شبه منحرف. كيف نجد الاريا اللي شبه المنحرف؟ اجمع السايدز المتوازيات واضربهم في المسافه العموديه بينهم. يعني بتجمع قديش هذه المسافه من هون لهون، قديش هالمسافه من هون لهون، اجمعهم واضرب في المسافه بينهم وقسم على اثنين. يمكن تقطع الشبه المنحرف او تقطعه الى مثلث مستطيل، ما في مشكله في هذا الموضوع. هذا بالنسبه ل عملنا بالكونستنت ورك فورس. في عندنا كمان مثال اخر للكونستنت ورك فورس. احنا كنا في الديناميكا الفضائيه، الاجسام اللي بتتحرك في الفضاء ما في عندنا قوه الا القوه المركزيه. يعني ما في عندنا تانجنشال، ما في عندنا تانجنشال فورس، يعني ما في قوه تانجنت تو ذا باث. تصور ان عندنا قمر اصطناعي بيتحرك حول المسار الازرق هذا، والارض هون، هذه نقطة اللي هي مركز الأرض، واضح؟ هسه في عندنا قوة واحدة اللي هي القوة المركزية، اللي هي F اللي احنا شايفينها بالأحمر هذه، هذه الـ F قوة الجذب بين مركز الأرض ومركز الجسم الفضائي، واضح؟ وما في عندنا غيرها. تحت تأثير هذه القوة بتحرك الجسم من نقطة إلى نقطة، A1 لـ A2. واضح؟ هسا الجسم لو تحرك من نقطة A إلى نقطة A داش، واضح؟ تحت تأثير هذه القوة فقط. مشان نجد الورك دون بدنا نجد الديسبليسمنت باتجاه القوة. يعني لاحظ الجسم لما تحرك من هون وانتقل لهذه النقطة، يصير عندنا ايش؟ هذه الديسبليسمنت. أي ديسبليسمنت بتساهم في الورك دون، في حساب الورك دون، هذه الديسبليسمنت، هذه النقطة من هون لهون. لاحظ هذه الديسبليسمنت اللي هي لو حسبنا من M ل A قيمتها R، وهنا كمان من هون لهون R، هذه القيمة اللي هي DR اللي لازم نضربها في F مشان نجيب الورك دون. ال R بتزيد إلى أعلى بينما ال F باتجاه المركز. هل الورك دون بيكون سالب في هذه الحالة ولا موجب؟ الورك دون سالب. فلاحظ انت الان الدي يو اللي هي الورك دون باي ذا فورس ان موفينج ذا اوبجكت فروم A تو A داش تساوي ماينس F تايمز دي ار. طبعا الاف اذا بتذكروا قوة التجاذب بين الاجسام الفضائية يساوي حاصل ضرب الكونستنت جي مضروبة في ايش؟ حاصل ضرب الكتل مع بعض. الام هي كتلة الارض، خلينا نقول ام لكتلة الارض، وام هذه كتلة الجسم الفضائي، وعلى R تربيع. هذه الاف، هذه القيمة هي قيمة الاف اللي كنا عنها تايمز دي ار. هذا ايش اعطاني؟ الاليمنتال ورك دون. يعني اخذنا حركة بسيطة جدا اللي سميناها دي ار باتجاه الاف وضربناها في الاف، بيعطيني الورك دون بس لتحريك الجسم لهالحركة البسيطة. ليش استخترنا elemental area؟ لانه ما احنا كنا الفورس لاحظ تتغير بالار، الار هي عباره عن احد العوامل اللي بتاثر عليها، بتاثر على الفورس، فالفورس بتتغير، فلا بد ان نتيح المجال لهذا التغير عن طريق الانتجريشن. في كل الحالات اللي فيها تغير مستمر لازم نعمل انتجريشن. فلاحظ انت الان هذه الاليمنتال اريا اخذنا دي ار، هذه الدي ار اللي احنا كنا عنها الاليمنتال. فالان لو بدنا نعمل الورك دون ان موفينج ذا اوبجكت فروم اي 1 تو اي 2 لازم نعمل انتجريشن اللي هو من ار 1 لار 2 اوف جي ام ام على ار سكويرد. ولما نعمل انتجريشن لهذه القيمه من ناحيه رياضيه، هذه القيمه لو بدنا نعمل انتجريشن لها، هذه بنقدر نكتبها على جي ام ام times r to the power of minus 2. طيب لو كان عندنا هذه القيمة g m m، خلينا نحط هنا r to the power of minus 2 وحطينا integration لهذه، طبعا dr. كيف نعمل integration لهذه؟
الكونستنت بيطلع لبرا فصير عندي ايش؟ بصير عندي جي ام ام جي ام هذه ام وبيطلع عندي ار تو ذا باور اوف ماينس 1 على ماينس 1 صح ولا لا؟ فصارت الماينس 1 هون طب اضربها في الماينس 1 فيش عندك انه ماينس 1 ماينس 1 فصارت الماينس ماينس بلس لاحظ والهون ال r to the power of minus 1 هي عبارة عن 1 على r صح ولا لا؟ فلما الماينس راحت واحنا بنعمل انتجريشن من r1 ل r2 فلاحظ صار تغير في عملية الاوردرز فصارت انتبه لهذه انه قيمة الورك دون تحت تأثير القوة المركزية للأجسام الفضائية بنبدأ في r2 minus r1 قبل بكينا نستخدم ال1 minus الثاني الآن انعكست ليش؟ لأنه الآن صار عندنا r2 minus r1 يعني صار عندي الورك دون at r2 minus work done at r1 ولاحظ هنا ما في عندنا سكواد الانتجريشن يعني بتولد لك إشارة سالبة الإشارة السالبة هذه بتعمل نيوتراليزيشن الإشارة السالبة هذه يعني بيعطيني الجمع بعدين بصير عمليا بدنا نستخدم الـ R2 minus R1 هذا بيعطيني total work done قوة التجاذب الفضائية للأجسام الفضائية اللي هي بنعتبرها ثابتة إذا كانت دائرية يعني إذا كانت الجسم دائري خلينا بس ملاحظات بسيطة في عندنا قوى لا تعمل شغل يعني شوف هذه forces which do not do work يا إما الديسبليسمنت صفر في هذه الحالة أو معظمها الديسبليسمنت صفر أو الكوساين ألفا زيكوال زيرو خلينا نشوف إيش هذه الأمثلة على هذه القوى reaction at a frictionless pin support يعني تصور أنت عندك هذا الجسم وعندنا هون pin وهذا البين سبورتد هون وهذا الجسم بيتحرك بهذا الشكل الرياكشن عند هذا البين ايش في عندنا دائما نقول احنا في عندنا اف اكس واف واي هنا عندنا اف اكس وهنا عندنا ايش اف واي هسه الاف اكس والاف واي هذه القوى ايش تعمل شغل؟ صفر ما بتعمل قوة فرياكشن ات فريكشنلس بين هذه الاف اكس وهذه الاف واي ما تعمل ورك دون طيب يا شباب شوف مثال ثاني رياكشن ات فريكشنلس سيرفيس وين ذا بودي ان كونتاكت موفز الونج ذا سيرفيس لو اخذنا طاولة مثلا سيرفيس طاولة وحطينا عليه جسم على هذه الطاولة هذا الجسم إذا تحرك بهذه الطريقة هسه الرياكشن شو بيكون هو عادة عمودي هذه القوة العمودية لا تؤدي إلى شغل لأنه هذا الرياكشن هو قوة عمودية على الحركة لا تؤدي إلى أي قوة كمان الرياكشن of the roller moving along the surface إذا عندك أنت roller زي عجلات العربات الرياكشن بيكون عمودي صح ولا لا بما أنه ما في عندنا حركة عمودية ما في وقت by the reaction force نأخذ كمان مثال weight of a body when its center of gravity moves horizontally يعني صور احنا قاعدين نلعب كرة واحد ضرب الكرة من مكان الى اخر مركز ثقل الكرة والوزن الكرة كقوة بيتجه بأي اتجاه للأسفل هسا اذا الكرة تحركت بشكل افقي شو اثر الوزن في عمل اي شغل ما في واضح شباب فتأثير الوزن لانه عمودي والكرة بتتحرك بشكل افقي تأثير الوزن غير موجود يعني لا يعمل اني وقتهم انا منتقل من الوقتهم للكينيتيك انرجي الكينيتيك انرجي احنا كنا يعني موضوعنا ورك ان انرجي استخدمنا عدة امثلة على الوقتهم ايش هي الانرجي شو علاقة الانرجي بالورك دون هذا اللي بدنا نعمل يعني احنا بنعرف اذا كان الجسم بيتحرك من A1 ل A2 تحت تأثير القوة F نقدر نحلل القوة F لـ FT و FN صح ولا لا
هسا ال اف تي تساوي ماس تايمز اي تي، وال اي تي از ايكوال دي في على دي تي. يعني ال في فانكشن اوف اس وفانكشن اوف تايم، فلازم نعرف انه ان هذه الدي في على دي تي بنقدر نحولها الى دي في على دي اس تايمز دي اس على دي تي. وين هذا الكلام بصير؟ اذا كانت الفيلوسيتي فانكشن اوف اس اند فانكشن اوف تايم. كيف يعني فانكشن اوف اس؟ لاحظ احنا الاس هو عبارة عن مسار الجسم من A1 ل A2. بمعنى لو الجسم عند هذه النقطة بيكون عندي الفيلوسيتي قيمة معينة، اذا انتقل الجسم لنقطة اخرى مجرد هذا الانتقال تتغير السرعة. ليش؟ لانها function of s، function of position، زائد انها function of time، يعني برضو الوقت عامل بيأثر على قيمة الفيلوسيتي. فصارت الفيلوسيتي function of s and function of time. لهذا السبب احنا لما نعمل نقول dv على dt هي اصلا dv على ds times ds على dt. طيب ds على dt هذه هي هذه القيمة، ds على dt هي عبارة عن v، هذه الds على dt هذه نسميها v. فصارت عندك الm times v times dv على ds. فهسه لو بدنا نعمل الورك دون ال ft times ds is equal m times v times dv على v times dv. لاحظ بدنا نعمل الورك دون in moving the object from a1، شو لازم نعمل؟ لازم نعمل integration. فلما نعمل integration شو بصير؟ لاحظ انتجريت من A1 ل A2، يعني بدنا نحط الانتجريشن ساين هون ونحط الانتجريشن ساين هون، صح ولا لا؟ فشو اللي بصير عندي؟ ال FT times DS هذه القيمة اللي هي احنا بنعرفها قيمة الورك دون اللي هي تساوي U12، مش هذه احنا عرفنا الورك دون is equal U12 معناته الورك دون by the force in moving the object from point 1 to point 2. لاحظ هون شو اجى عندي لما عملنا انتجريشن ل m تايمز في دي تايمز دي في، شو صار عندي؟ اجى عندي تو تيرمز انا بعرفهم جيدا اللي هم كينيتيك انرجي، الطاقه الحركيه. الطاقه الحركيه في بوزيشن 2 ماينس الطاقه الحركيه لبوزيشن 1. فصار عندي الان من المعادله هذه ربط بين الورك دون باي ذا فورس وبين الطاقه الحركيه، and the work of a force F which moves the particle from position 1 to position 2 is equal to the change in kinetic energy. فكر فيها انت بشكل عملي. تصور انه احنا عندنا سيارة ودفعنا هذه السيارة، طبعا السيارة كانت يمكن ساكنة او تمشي بحركة بطيئة، دفعنا السيارة صارت السيارة بتمشي بحركة اكثر. عملية الدفع هي عبارة عن قوة تعمل شغل. فأنت زي هذا الشغل اللي حطيته في دفع السيارة انعكس في حركة في طاقة حركية أكبر للسيارة، صح ولا لا؟ فصارت عندي هذه العلاقة مضبوطة إنه أنا ال U12 يعني ال work done by the force is equal T2 minus T1، يعني الفرق بينهم. لاحظوا يا شباب ان الوحدات للورك دون يعني الوحدات هي الجولز. طيب يا شباب بدنا نستخدم هذا المبدا في هذا السؤال، يعني احنا هسه بنعرف انه الورك دون باي ذا فورس، خلينا نكتبها مره ثانيه، نقول احنا التي 1 زائد اليو 12 هذه كلها بتساوي ايش؟ التي 2. هذه العلاقة مهمة جدا، اجمع الطاقة الحركية الأولى زائد الورك دون باي ذا فورس، هذه بتعطيني الطاقة الحركية في الثانية. بدنا نستخدم هاي في عملية إيجاد قديش السرعة لهذا البندلم. عندنا بندلم اللي احنا نسميه بندول، بدنا نشوف البندلم إذا حطيناه في هذا البوزيشن في A1 يعني أسقطناه إسقاط، بدنا نشوف قديش سرعته لما يصل إلى A2 اللي هي أخفض نقطة باستخدام هذا القانون. الآن لو جينا على البوزيشن 1، إذا كان البوب اللي هو الكرة هذه
احنا ثبتناها عن بوزيشن 1 يعني ما بتتحرك. يعني كداش التي 1 تبعها يعني لما كانت البوب هون عند اي 1 وما كانت تتحرك طاقة الحركية صفر. يعني تي 1 انا عرفت هذا الجزء يساوي زيرو. اه هسا بدي يو 1 2. يو 1 2 شو هي؟ ايش القوة اللي انا بتكلم عنها؟ هي اليو 1 2 بتحتاج الى قوة وبتحتاج الى displacement. في اي القوة اللي انا بتكلم عنها؟ الوزن. الوزن هو القوة الوحيدة اللي انا بتكلم عنها. ليش؟ لان الوزن هو باتجاه الحركة لاسفل. يعني الجسم بده يتحرك من A1 ل A2. اذا استخدمت الوزن معنى ذلك انا بتكلم عن ال displacement باتجاه القوة او باتجاه الوزن اللي هي vertical displacement. معنى ذلك في عندي القوة باتجاه الاسفل والdisplacement باتجاه الاسفل فاعطاني الورك دون موجب. صح ولا لا؟ فانا متوقع انه 2 is equal to the weight multiplied by the displacement. كداش الdisplacement من هذا ال vertical displacement من هذا الموقع لهذا الموقع. كداش ال vertical displacement نفس طول الحبل تبع اللي هي L. فصارت الوزن ضرب L بيعطيني ايش؟ بيعطيني الورك دون U12. لاحظ عندنا T1 T1 plus U12 is equal to T2. عند T1 is equal 0 U12 is equal W times L مش ماينس. انتبهوا لهذه الحقيقة. ليش؟ مرة ثانية ليش مش ماينس؟ لأن القوة والديسبليسمنت بنفس الاتجاه صار WL is equals to half mv squared. ليش حطينا W على G؟ لأن الوزن ما بنستخدمه في الطاقة الحركية بنستخدم الـ M والـ M لازم نقسم على G مشان نتحصل على half mv squared. فلاحظ من هذه المعادلة وجدنا قديش السرعة للجسم لما وصل لهذه النقطة بدون ما نستخدم نيوتنز لو بدون ما نستخدم قوة. وإحنا بقينا نستخدم في نيوتنز لو summation of F is equal mass times acceleration. لا استخدمنا acceleration ولا استخدمنا نيوتنز لو. بطريقة بسيطة باستخدام هذا القانون استطعنا نجد قديش الفلوسيتي. ومش بس هيك استطعنا نعرف انه الفلوسيتي لا تأثير لكتلة الجسم عليها. يعني الام مش ظاهرة هون. لاحظ يعني بغض النظر قديش كتلة الجسم الفلوسيتي بتظل هذا السيم. يعني بقول لك الفلوسيتي is found without determining expression for acceleration. All quantities are scalar. كمان كل القيم اللي احنا بنستخدمها ما في عندنا vector quantities. مش مهتمين يعني والله اتجاه القوة كان لليمين او للشمال. ما عندناش قوة نهتم فيها. زائد ايش؟ زائد انه الفورسز القوة اللي ما بتعمل اي شغل حيدناها. مثل ايش؟ يعني القوة اللي في الكيبل نفسه مش في شد؟ ما دخلناش في الموضوع. فاستخدام هذا القانون له فوائد كبيرة لكن محدودة. ليش؟ لأنه احنا هسه لو واحد قال لي أوجد لي الشد في الكيبل يعني طلب مني أجد شد في الكيبل، هل بستطيع استخدم الوركن انرجي في استخدام الشد الكيبل؟ تقدر تجد بس لعند الفي، بعدها بتقدرش تعمل شيء. لكن مشان نجد الشد شو بدنا نساوي؟ بدنا نعمل فري بودي دياجرام. يعني عندما كان الجسم في هذه النقطة لاحظ في عندنا الدبليو الورك دون اقصد الوزن لتحت في عندنا شد لفوق. هسه باستخدام قانون نيوتن نرجع لقانون نيوتن مرة ثانية بنقول summation of forces equal mass times acceleration. والاكسلريشن هي اللي عندنا بنعني فيها. يعني اذا اخذنا هذول القوتين فقط الاكسلريشن اللي بدنا نستخدمه الاي ان. والاي ان شو بيساوي؟ اخذ امتحان يا شباب فيها في سكواد اوفر. واضح يا شباب؟ فاحنا بنقدر نستخدم هذا القانون قانون نيوتن مشان نجد التنشن. زي ما انتم شايفين فالتنشن شو بيصير؟ يعني summation of forces. لاحظ summation of forces باتجاه النورمال اللي هي ال P minus W is equal mass times acceleration اللي هي W over G and V squared over R. فصار عندي الآن ال P إذا نقلنا ال W على الجهة الثانية فصار عندي ال P is equal W plus هذه القيمة. لاحظ أنت ال G مع ال G بتروح وال L مع ال L بتروح فصارت ال P is equal 3W. إيش بيعني هذا؟ إنه ال P is equal 3W.
ان الشد في الكيبل في حالة الحركة الديناميكية لا يساوي الوزن 3 أضعاف الوزن. وهذه نقطة مهمة للي بيصمموا الكوابي حالات نقل المواد الثقيلة زي الكرينز اللي بتنقل المواد من مكان لمكان. اذا كان في عندنا سوينجينج يعني مشكلة. اذا كان عندنا سوينجينج يعني زي البندلوم لازم تنتبه ان الكيبل لازم يكون يتحمل 3 أمثال الوزن على الأقل مش الوزن نفسه. النقطة الأخيرة بالنسبة للنظريات بدنا ننتبه لعملية الباور and efficiency. احنا عادة نعرف انه الباور هي عبارة عن القوة ضرب السرعة، صح ولا لا؟ او يساوي الشغل تقسيم الزمن. الباور هي عبارة عن كم جول بالثانية بدك تعمل. ال F times V بيعطيني الباور اللي هي rate of change of work. شو الوحدات اللي مستخدمها بالباور؟ جول بير سكند اللي هي سموها باسم الوات، وهو نسبة الى العالم اللي هو حط اسمه عليها. باور هي عبارة عن 1 جول بير سكند اللي هي بنسميها الوات، هي نفسها 1 جول بير سكند 1 نيوتن مترز. هذه القيمة ما تقلقش فيها لانه احنا يعني مش رايحين نعمل conversion في هذه الحالة. الافيشنسي يا شباب عادة إذا كان الإشي efficient معنى ذلك فاعليته كبيرة، معنى ذلك بيعطيني output عالي، يعني بدخل عليه input بيعطيني نسبة عالية من هذا الانبوت، الطاقة بكسبها عالي. فإحنا by definition efficiency تساوي output work على input work. خلينا نمثل هذا في السيارة. السيارة لما إحنا نحط فيها وقود البنزين او السولار حطينا فيها طاقة. لو بدك تحسب كداش طاقة البنزين ناحية كيماوية بنقدر نحسب طاقة البنزين الموضوع لكل لتر، صح ولا لا؟ كيف؟ عن طريق الروابط الكيماوية. هي الروابط الكيماوية بين العناصر هي اللي بتعطيني الطاقة. اذا كسرت هذه لما الروابط الكيماوية هذه يعني تفلت او تتحلل بصير تحولها الى طاقه، صح؟ فبنقدر لكل لتر بنزين نقدر نقول قديش عندنا طاقه. لو قارنت هذه الطاقه للوقود اللي حطيته في السياره مع الطاقه الحركيه للسياره راح اشوف في فرق، راح اشوف يمكن 1 على 10 يعني 10 من الطاقه اللي حطيتها انت تحولت الى طاقه حركيه. وين البطاقة الباقية راحة؟ احتكاك داخلي واحتكاك خارجي مع الدراج، يعني في كثير عوامل. طبعا احنا يعني بصير 10% يعني الافشنسي تبع السيارة. سيارة بحط فيها بنزين وبتتعب عليها وبتدفع فلوس بتعطيك 10% من الافشنسي، طيب؟ وهكذا، يعني كل ما كانت الافشنسي عالية كل ما كان الورك اوتبوت. فالورك اوتبوت على الورك انبوت بيعطيني الافشنسي، وهي كذلك تساوي الباور اوتبوت على الباور انبوت. الباور اوتبوت على الباور انبوت بتعطيني الافشنسي. طيب شباب طيب شكرا لكم يا شباب ويعطيكم العافيه. شكرا لكم، السلام عليكم.